اي بس احنا برضو ما عندناش حل للام اللي عندها هقول لك بقى زوج تعملي ايه. ممكن اقول مفرط في الدلع. اقول حل. طيب الحل اني هفضل وراه خلاص، يأست من ان هو يتغير، انا فضلت وراه شبكي مفيش انا اللي فايده. حاميه زياده، ما هو ده اللي انا قلته. حتى لو ما حاميه زياده هو هيقول لي فانا هخف شويه برضه. مركزه قوي مراجع نفسي قوي برضه شويه. ما بصي وبديه هي قال ان راجع نفسي، فانا عشان كده ما عدتهاش مراجعه النفس، انك تراجعي نفسك في عصبيتك اوفر مش اوفر ايه. لكن افرضي انت ست سويه خلاص، اللي بنقوله احاول ولا الاب، الاب ما جابش نتيجه، ابتدي اتكلم مع العيال بهدوء. اقول لهم يعني ابوكوا غلطان؟ لا لا لا، ما تجيبش ست الاب خالص، ما تجيبش ست الاب خالص. اقول لهم ايه؟ اقول لهم على القيم والمبادئ، افضل وراهم، ازن على الودان، ازن على الودان، لا ما تعملش كذا عشان خاطر مصلحتك، ابتدي اصاحب الولاد عشان يسمعوا كلامي. ما انا ما عنديش حل. ما عنديش حل غير اني اصادق. انا كان ما فيش اب خالص، كان مسافر على طول، صادقته يعني في وقت الشده ببقى يعني شديده، فاهماني؟ لكن وقت اللي ما فيش شده وما فيش حاجه كنت بدلع وهنن وصاحب صحابه واخش في حياته صح بطريقه حنينه، مش صاحبته مش مامته. هنا ما عنديش حل تاني غير كده طبعا، ان انا اصادق العيال وابتدي اديهم المبادئ مش مباشره، في كلام في حوار، لا كده مش هيبقى حلو عشان خاطر كذا، بريس وضعك وكده وانت برضو ابن ناس ومش عارفه، يعني اخش له باي اسلوب، ما اعرفش موضوع ايه اللي بيتكلموا فيه، لكن على حسب الموضوع انا بذكاء كده ادخل له بحنيه وبكلام وابتدي اسيطر في اخر على طريقه، مش اسيطر عليهم لكن اسيطر على الامور اللي مش ما فيش سيطره عليها. وانا لو ما عرفتش اسيطر على جوزي بان هو يعمل توازن ما غيرش طريقه، خلاص ما انا قلت لك اهو، اغيره من قصه، اطلعه من قصه التربيه خالص، يعني اقول له لا معلش انت بقى شويه يعني. على انت خليك في الدلع، سيبني انا بقى هرب. بس اللي اقوله ما تكسروش. بس الستات برضه ساعات بيفرطوا في الشده طبعا، يعني برضه مش ده الحل، الافراط في الشده طول الوقت وطول الوقت ماما دي يعني طريقه ناشفه ومفيش حنيه ومفيش اداء كده، في حميميه وفي قرب وفي لعب وفي الفن يا جماعه. في يعني اوقات كتير بننسى ان ولادنا دول يعني وفي سن مبكر بنعلمهم الالتزام والانضباط والاستمراريه في الرياضه مش عارفه ايه، واسمع حاضر وقول حاضر وقول بالاقناع طول الوقت. طول الوقت بننسى ان العيال دي في وقت المفترض ما نعملش فيه حاجه، نلعب انبسط نشترك فيه في اي حاجه، ننط الحبل. عارفه نقطه طول الوقت في تاسك في تعليمات، في غلطه كبيره جدا الامهات بتعملها برضه وتعصب فيها الاولاد وما يسمعوش كلامها وهي عنده. ايه؟ لعبه بيلعبوها فيديو جيم يعني ايا كان، لعبه بيلعبوها ومندمجين وفي وسط اللعبه تروح طافياها مثلا، فاهماني؟ طب انت خليتيه هيعاند. بيحصل حركة في امهات بتعمل حركه لغايه دلوقتي، في امهات بتعمل كده عشان هو مش عايز يذاكر. انا بقى اديله المساحه، هي كام؟ ربع ساعه، احرق دم الواد، خلص الجيم بتاعتك يا حبيبي وحشه، او خلص اللعبه اللي بتلعبها او الجيم بتاعتك خلصها وبعدين نقعد نذاكر بقى. شوف انا هسيبك اهو تخلص الجيم بتاعتك وبعدين نقعد نذاكر بالراحه يا جماعه، بالراحه. لكن طفي التلفزيون بس بيتفرج على حاجه ومركز فيها، روح طفي التلفزيون عليه، بلاش كده، بلاش الحاجات دي. تخيلي ده بيحصل معاكي، انت تتخيلي احنا قد كده مع جوزك لو قرر يسحب الريموت ويجيب مكان المسلسل طبعا من غير تفاهم. لا صح. انا قصدي ايه، اديهم مساحه شويه، خلاص هو عايز، انت عايزاه يذاكر تمام، وعارف ان هو بيلعب وبيدور على حاجه عشان ما يذاكرش، كل ده كل العيال كده مش واحد بس. فانت تعملي ايه؟ اما يكون بيلعب في وسط اللعب ما تعمليش كده، قولي بص دي اخر لعبه هتلعبها، قدامك قد ايه؟ ربع ساعه، خلاص ربع ساعه هنقعد نذاكر. شوف انا سبتك ما رضيتش اضايقك اهو، لكن بعد ربع ساعه هنقعد نذاكر. هيذاكر احسن ما يذاكر وانت قافله له طبعا الحكايه في وسط اللعب وهو مندمج. فاهماني؟ دايما نراعي مشاعرهم في العقاب وفي الشد، ما يبقى نضرب ونلاقي زي ما بيقولوا مع الولاد، احنا بقى نفسنا نضرب ونلاقي لوحدينا، حتى لو الاب عندنا نجنبه. وانا عايز اقول حاجه اخيره، الاب الحنين اللي بيبوظ عياله بالحنيه ومش عايز يعاقب الطف مليون مره من الاب الشديد، من الاب القاسي اللي بيوجع قلب عياله واللي بيقسى عليهم، اللي بيضربهم، اللي بيخوفهم، اللي بيرهبهم، اللي بيحرمهم من الدلع والحنيه. يعني العيب ده عيب، ده جميل. الدراسات بتقول كده، بتقول لك انه الاب الناشف اللي مفيش حنيه ومفيش دلع ومفيش دلال
لا طبعا تجربة محدش حلوة. يحب يخوضها ابدا. الضرر اللي هيجي من الاب المتساهل أقل اقل كتير بكتير من الضرر طبعا اللي هيجي من الاب الناشف. طبعا. وترجع تاني الست ونقول للامهات، لو لقيتي جوزك كده ومدلع بزيادة ما تسيبيش زمام الامور من ايديك، يعني ما صعب. تقوليش خلاص بقى يعني انا هبقى الوحشة، هبقى انا لا الشريرة، بالتفاهم والعلاقات خلاص حلوة. الدنيا بايظة بايظة خلاص، خليني انا بقى كمان حنينة وبدلع لا بوظ لا العيل بقى لا، الحقيقة لازم تفضلي ماسكة زمام الأمور في بالصداقة، إيديكي بالراحة بالتراوي يعني. بالصداقة وبالحنية وبالشدة بعض الأوقات وبالخصام بعض الأوقات وبالزعل يعني نضرب ونلاقي زي ما بنقول لغاية ما نوصل أولاد لطريق كويس.